السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. القصة ابتدت لما ستيفن أول واين الواعظ الديني رجع البيت ولقى زوجته إيمي غرقانة في بحر من الدم وفي مسدس محطوط جنبها، فاتصل على طول بالطوارئ وهو مش عارف إيه بالظبط اللي حصل لمراته، وقال لهم إن شكلها زي ما يكون ضربت الرصاص على نفسها. يا ترى ده فعلا اللي حصل ولا الحكاية وراها حاجة أكبر من كده؟ أكيد طبعا الحكاية وراها حاجة أكبر من كده. ياريت بقى نجيب فنجان القهوة المتين علشان نركز، لأن القضية دي أحداثها كتيرة ومتشابكة وفيها كمان كمية مكر وخداع مش طبيعي. خلينا نوصل الفيديو ده ل 25,000 لايك في أول 24 ساعة، وانتوا أكيد قدها ودود. ويلا نبدأ في قضية النهاردة. بتدور أحداث القصة في مينيسوتا بأمريكا عن ستيفن وإيمي أول واين، زوجين بقالهم 20 سنة متجوزين وعندهم طفل واحد. ستيفن وإيمي اتعرفوا على بعض في الجامعة في كاليفورنيا، وكان عندهم نفس الاهتمامات والأفكار، ومنها إن الاتنين متدينين جدا. ومش بس الاتنين كانوا بيروحوا الكنيسة بانتظام، ولكن كمان ستيفن كان واعظ ديني في الكنيسة، واللي فهمته إن الكنيسة اللي هم بيروحوها أو متابعينها كانت صارمة جدا. المهم بعد ما إيمي وستيفن اتخرجوا من الجامعة اتجوزوا وراحوا عاشوا في مينيسوتا مكان معيلة إيمي عايشين. ستيفن كان واعظ ديني وكمان كان متخصص في تكنولوجيا المعلومات، يعني IT specialist، وإيمي كانت بتشتغل مدربة للكلاب. وبعد فترة اتبنوا طفل، يعني عيلة سعيدة ومستقرة. ولكن في إحدى الأيام في شهر نوفمبر 2016 العيلة السعيدة دي هتتدمر بضربة رصاص واحدة. في اليوم ده ستيفن كان بيشتغل من البيت كالعادة، وإيمي كانت بتحضر طبق القرع العسلي في الفرن. ولكن بعد الغداء إيمي كانت حاسة إنها تعبانة جدا وعندها صداع فظيع، فستيفن طلب من والد إيمي إن هو يجي وياخد ابنهم علشان يقدر ياخد إيمي على المستشفى. بس بعد كده إيمي رفضت تروح المستشفى وقالت إنها أحسن تستريح في غرفتها. المهم على الساعة 5 مساء ستيفن بص عليها فلقاها ممددة على السرير في الغرفة بتاعتها. وعلى الساعة 5:30 مساء ستيفن خرج علشان يجيب ابنهم من عند والد إيمي، وتعشى هو والولد ورجعوا على البيت بعد 90 دقيقة. ولما وصلوا البيت اكتشفوا إن إيمي ميتة في غرفة النوم وفي مسدس على ايدها الشمال. فستيفن اتصل على طول بالطوارئ. انا احتمال محطش المقطع اللي هو بتاع 911 وهقول المحادثه اللي حصلت بتاعه الطوارئ، بس قولولي هو كده احسن ولا المقطع بالترجمه احسن علشان يعني الفيديوهات اللي جايه. ستيفن اتصل بالطوارئ وقال انا اعتقد ان زوجتي ضربت الرصاص على نفسها وفي دم كتير في كل مكان. فسالوه هل إيمي معاها او جنبها سلاح؟ فستيفن قال مش عارف، احنا لسه واصلين البيت دلوقتي. فسألوه انت شايفها دلوقتي؟ فقال لا انا مع ابني. فسألوه هل هي لسه بتتنفس؟ فقال مش عارف، احنا لسه جايين من بره بعد ما خلصنا العشاء. وفي وسط المكالمة ابن إيمي وستيفن اللي عنده 9 سنين سأل بابا هو انت هتتجوز تاني؟ وكان طبعا بيعيط، لان على الاغلب ان الولد الصغير هو اللي لقى مامته في الغرفة. المهم رد ستيفن على سؤال ابنه قال أنا مش عارف. بعد كده سألوه ممكن تروح تشوف إن كانت لسه بتتنفس ولا لأ؟ فقال لهم طيب ثواني أروح أشوفها. ولما رجع قال مش بتتنفس ومش عارف هي اتصابت فين. الرقيب راندي ماكليستر كان أول محقق يوصل مكان الحادث، وأول خاطر جه في باله إن في حد هو اللي عمل كده في إيمي، مش إن إيمي هي اللي خلصت على نفسها. فهو لاحظ كذا حاجة. أول حاجة إن إيمي كانت ممددة على الأرض ودراعها مفرود بزاوية 45 درجة، وده مش الوضع الطبيعي لشخص ضرب على نفسه النار. الحاجة التانية إن ما كانش فيه أي دخول عنوة للبيت، يعني لا باب ولا شباك مكسورين، وكمان وضع المسدس واللي كان محطوط على الناحية الشمال من إيمي، في حين إن إيمي كانت مضروبة بالرصاص في الناحية اليمين، وأهلها أكدوا إنها بتستخدم دايماً إيدها اليمين، فصعب إنها تكون هي اللي ضربت على نفسها الرصاص، لأن ده معناه إن هي هتمسك المسدس بإيديها الشمال وتضرب
رأسها بإيديها اليمين، فالموضوع صعب جدا. واتضح كمان إن ما كانش فيه بقايا بارود على يد إيمي بعد ما ضربت بالمسدس. أخصائيين التحليل الجنائي راحوا البيت علشان يفتشوه ولكن بطريقة أعمق، وبالفعل اكتشفوا حاجات خطيرة جدا. اكتشفوا إن الأرضية الخشب اللي قدام غرفة النوم اللي لقوا فيها إيمي كانت نظيفة جدا جدا، وكأن في حد لسه منظفها دلوقتي، لأن البيت كان مش بنفس النظافة دي، وشعر الكلب كان موجود على الأرض في باقي البيت. فالطبيعي إن اللي هينظف هينظف البيت كله، مش هينظف بس الحتة دي. فدي كانت حاجة مثيرة جدا للشك، فقرروا إن هم يستخدموا مادة كيميائية اسمها لومينول. اللي بيتفرج على أفلام أجنبي كتير هيبقى عارف المادة دي. المهم المادة دي عبارة عن مادة بتضيء في الضلمة وبتبين أي أثار دم كانت موجودة قبل ما يحصل عملية التنظيف. المهم رشوا المادة الكيميائية دي على الأرض الخشبية وطفوا الأنوار، فظهر فعلا أثار لبقعة دم كبيرة قدام غرفة النوم، وكمان أثار أقدام في الكوريدور المؤدي للحمام والغرفة الغسيل. وبكده اتأكدوا إنها جريمة قتل، مش إنها اتخلصت من حياتها، وإن القاتل بعد اللي عمله في إيمي نظف مسرح الجريمة. طيب السؤال هنا، مين اللي عمل كده في زوجة الواعظ الديني صاحب المكانة المرموقة في الكنيسة؟ وإيه الدافع؟ من تحريات الشرطة عرفوا إن إيمي ما كانش ليها أي أعداء، بل بالعكس كانت محبوبة جدا من كل الناس اللي يعرفوها، وكمان الناس اللي كانت بتدرب الكلاب بتاعتهم. ولكن في حقيقة الأمر إيمي كانت مخبية سر كبير جدا في آخر 6 شهور في حياتها، وكانت بسببه عايشة في خوف وقلق طول الوقت. قبل وفاة إيمي ب6 شهور الـFBI اللي هو مكتب التحقيقات الفيدرالية راح عند إيمي البيت علشان ينبهها إن في حد على الإنترنت المظلم عايز يقتلها. واللي مش فاهم الويب المظلم ده يعني إيه هيفهم بعد كده من الأحداث. المهم في أوائل 2016 الـFBI استعان بمجموعة من الهاكرز علشان يقتحموا أو يخترقوا موقع موجود على الإنترنت المظلم اسمه بيزا مافيا. الموقع ده من خلاله ممكن تأجر قاتل محترف علشان لو أنت عايز تقتل حد. فالهاكرز دول ادوا المعلومات اللي عرفوها لمكتب التحقيقات الفيدرالية، قائمة من الأشخاص المستهدفين بالقتل من قبل بيزا مافيا. والعجيب إن واحدة من الأسامي اللي على القائمة دي هو اسم إيمي أولواين، وقدروا يعرفوا اليوزر نيم أو اسم المستخدم اللي طلب من بيزا مافيا إن هو يقتل إيمي، لأن كان في رسائل بالبريد الإلكتروني ما بين الشخص ده وبيزا مافيا فاسمه دوغ داي، وكان واضح من الرسائل الإلكترونية دي إن الشخص ده يعرف إيمي كويس جدا، لأنه كان بيقول لهم على كل تحركاتها وهتروح فين وتيجي منين وعايشة فين، وكمان بعت لهم الصورة الشخصية بتاعة إيمي علشان يعرفوا شكلها بالظبط. دوغ داي دفع مقدما لبيزا مافيا 12,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين. والسبب ليه استعمل العملة دي بدل الكاش لأنها عملة إلكترونية وممكن يحصل فيها تداول بدون ما تعرف هوية الشخص اللي بيتداول بيها، يعني باختصار العملة المفضلة للويب المظلم. لكن اتضح فيما بعد إن بيزا مافيا دول كانوا نصابين، يعني كانوا بياخدوا الفلوس من الناس ولكن مش بيقوموا بأي عملية قتل. وغالبا دوغ داي الشخص اللي عايز يخلص من إيمي بعد ما دفع لهم الفلوس أدرك إن هم محتالين ومش هيقتلوا إيمي، ولأن بيزا مافيا موجودة على الإنترنت المظلم فكان صعب إن الـFBI يعرف مين هو دوغ داي، لأن على الويب المظلم صعب إن هم يعرفوا أو يراقبوا أو يتعاقبوا أي حاجة بتحصل عليه. طيب بما إن بيزا مافيا دول يعني طلعوا محتالين، يبقى المفروض كده إن الخطر يكون زال من على إيمي. للأسف لأ، لأن الشخص اللي اسمه دوغ داي كان مصر على إن هو يخلص من إيمي بأي طريقة ممكنة. طيب علشان محدش يتلخبط، لأن إحنا قعدنا نحكي على بيزا مافيا كتير، إحنا دلوقتي عند الجزء اللي هو لما الـFBI راح علشان يقول لإيمي إن في حد عايز يقتلها. المهم بعد ما قالولها
إيمي طبعا كانت مرعوبة جدا، وستيفن وإيمي ما كانش عندهم أي فكرة مين ممكن يكون عايز يخلص منها. تخيلوا كده لما الشرطة تيجي تخبط على بابك وتقولك إن في حد مستهدفك وإحنا مش عارفين ليه ومين. أكيد طبعا كانت حاجة مرعبة جدا بالنسبة لإيمي. ستيفن وإيمي قرروا إن هم ياخدوا حذرهم ويحموا نفسهم، فاشتروا مسدس وحطوا نظام أمان كامل للبيت كله، وحطوا كاميرات مراقبة على الثلاث أبواب اللي موجودين في البيت، وكمان سافروا على ألمانيا لمدة أسبوعين علشان إيمي ترتاح شوية من التوتر اللي هي عايشة فيه طول الوقت، لأن طبعا احتمالية إن حد يلاقيها في ألمانيا يعني صعب جدا. ولكن لما رجعوا تاني البيت استمرت التهديدات بشكل أكبر المرة دي، فكان بيتبعت لإيمي رسائل مشفرة كلها تهديدات على البريد الإلكتروني بتاعها. هما أي نعم ما قدروش يحددوا هوية الشخص اللي باعت الرسائل دي، ولكن من خلالها عرفوا السبب وراء كل التهديدات والفيلم الهندي ده كله. فالإيميلات دي كانت جاية من واحدة بتقول إن اسمها جين، وادعت أو قالت إن إيمي دمرت حياتها لأنها كانت على علاقة غرامية بزوجها. يعني إيمي كانت على علاقة غرامية بزوج الست اللي اسمها جين دي، يعني إيمي كانت بتخون ستيفن على حسب كلام جين. فهي في الإيميل كانت بتقول لها الآتي: أنا بعتلك الإيميل ده علشان واضح إنك اكتشفتي خطتي، لأنك حطيتي أنظمة أمان على بيتك كله، وعرفت من الناس اللي على الإنترنت المظلم إن الشرطة كانت بتتجسس على الرسائل الإلكترونية اللي بعتها لك قبل كده، بس أحب أأكد لك إن الرسائل دي لا يمكن تعقبها وإنهم استحالة يلاقوني، بس مش هقدر أنفذ خطتي وهم بيراقبوا. في الرسائل اللي هي كانت بتبعتها كان في كلام طبعا سيء جدا لإيمي، زي مثلا أنتي ممتلئة القوام، إزاي واحدة زيك تاخد جوزي، وحاجات زي كده. المهم قالت لها إنها لازم تقتل نفسها، ولو ما عملتش اللي هي عايزاه الناس اللي بتحبهم هيروحوا واحد ورا التاني قدام عينيها. وقالت لها: انا شفت ابنك الجمعة اللي فاتت وكان لابس قميص وردي. وطبعا هي كانت بتقول لها الحاجات دي علشان تحسسها انها متراقبة طول الوقت وتخليها تخاف وتنفذ اللي هي عايزاه، وقالت لها قدامك اسبوعين بس علشان تنفذي اللي طلبته منك. الغريب ان بعد ما المحققين اتحروا اكتر في الموضوع ما لقوش اي دليل على ان ايمي كانت بتخون جوزها، ولا عمرها في حياتها عملت كده. فهم فتشوا في التليفون الشخصي بتاع ايمي وفي البريد الالكتروني بتاعها وجميع حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكمان تحويلاتها البنكية وجهاز الكمبيوتر الخاص بيها، والنتيجة ان ما كانش فيه ولا حتى حاجة واحدة تثبت إنها كانت على علاقة غرامية بأي حد. إنما الحاجة الوحيدة اللي المحققين كانوا مقتنعين بيها إن الست اللي اسمها جين دي هي نفسها دوغ داي، بس لغاية دلوقتي إحنا مش عارفين مين الشخص ده وليه عايز يعمل كده في إيمي. المحققين استدعوا ستيفن زوج إيمي للاستجواب بعد يومين من وفاة إيمي، وطبعا ستيفن ما كانش مشتبه فيه لأن كل التركيز كان على بيزا مافيا والإنترنت المظلم وجين والحاجات دي كلها. فتعالوا نشوف إيه اللي حصل في الاستجواب ده واللي كان على مدار ساعتين. سألوا ستيفن إن كان في حد هو شاكك فيه ممكن يكون هو المسؤول عن موت إيمي، فستيفن قال إن هو ما عندوش أي فكرة مين يكون عامل كده في إيمي. وبعد كده سألوه عن رسائل البريد الإلكتروني اللي بتقول إن إيمي كانت على علاقة غرامية بحد تاني، هل أنتوا اتكلمتوا في الموضوع ده؟ فقال إنها ما كانتش على علاقة غرامية بحد وإنها كانت مخلصة لي. خلي بالكوا إن ستيفن في الوقت ده كان لسه ما يعرفش ان المحققين متأكدين انها جريمة قتل، مش ان إيمي ضربت الرصاص على نفسها. المهم بعد كده سألوه: تفتكر ايه اللي حصل لإيمي؟ فقال: مش عارف، شكلها زي ما يكون قتلت نفسها ومش عارف هي عملت كده ليه. وبعد كده قالوا حاجة ستيفن ما كانش يعرفها، وهي ان المحققين لقوا دم في اماكن مختلفة في البيت وان في حد نظف اثار الدم دي. فسألوه: عندك اي فكرة عن الموضوع ده؟ فقال: مش عارف. وقالوا له كان في اثار اقدام كانت نفس مقاس قدم ستيفن، اثار اقدام حافية، يعني ما كانش لابس حذاء. سألوا ستيفن: ايه تفسيرك للموضوع ده؟ فقال ان هو ما عندوش اي فكرة. الطبيعي ان اللي هيدخل البيت علشان يقتل إيمي مش هيقلع الحذاء الاول وبعدين يروح يقتلها بمسدس موجود اصلا جوه البيت، ما شاء الله عنده بصيرة وعارف مكانه كويس.
وبعد كده ينظف الأرض قبل ما يمشي، وسألوه كمان هل عندك أي تفسير ليه اللي دخل البيت ما ظهرش على ولا كاميرا من الثلاث كاميرات اللي حوالين البيت؟ هنا ستيفن كان عنده سبب ليه الكاميرا ما سجلتش، وهو إن كان لازم يدفع فلوس إضافية كل شهر علشان الكاميرا تسجل، فهو اكتفى بالكاميرتين اللي قدام البيت، واكتفى بإن الكلب موجود في الخلف فملوش لازمة الكاميرا الخلفية. المهم إن مش بس الكاميرا الخلفية ما كانتش بتسجل، لا كمان الباب الخلفي كان فيه مشكلة وما كانش بيقفل كويس. طيب لو حد خايف على حياته، مش المفروض أول حاجة يعملها إن هو يصلح أبواب البيت؟ فدي كانت حاجة مش طبيعية. وقبل ما الاستجواب يخلص سألوا ستيفن إن كان على علاقة غرامية بحد، فقال إن هو كان عنده علاقة مع واحدة من سنتين، فسألوه هل إيمي كانت تعرف؟ قال لا، ما كانتش تعرف ومحدش كان يعرف. دلوقتي ستيفن اعترف ان هو كان على علاقة غرامية بواحدة عرفها اونلاين اسمها ميشيل، وقال ان هي كانت علاقة عابرة وقصيرة جدا ومش فاكر ابتدت امتى بالظبط وانتهت امتى. فسألوه طب انت كان عندك اي علاقات تانية خلال العشرين سنة جواز؟ فقال لا، هي واحدة بس. فبعد كده سألوه في تقديرك الشخصي ممكن تكون ميشيل دي هي اللي مسؤولة عن اللي حصل لإيمي؟ فقال لا، ما اعتقدش انها تكون مسؤولة عن اي حاجة. المهم بعد الاستجواب ده والادلة اللي جمعوها اصبحت كل اصابع الاتهام متجهة لستيفن، ومن ضمن الادلة دي برضو معلومات كانت موجودة على الكمبيوتر الشخصي بتاع ستيفن. لو تفتكروا ستيفن اصلا متخصص في تكنولوجيا المعلومات، بس على الرغم من كده هو معرفش يخبي او يداري كل حاجة عملها اونلاين، لان اتضح ان ستيفن كان بيكذب اثناء الاستجواب لما قال انه كان على علاقة غرامية بواحدة بس. ستيفن كان عنده على اقل تقدير تلات علاقات كمان، وفي نقطة كمان ذكرها مهمة جدا اثناء الاستجواب، ذكر ان الكنيسة ما بتقبلش بالطلاق، وان عقد الزواج ده مش بس ما بين رجل وامرأة، ولكن هو عقد مع ربنا، فمفيش حاجة اسمها طلاق. وهنا المحققين كانوا شايفين ان استحالة الطلاق هي الدافع ورا الجريمة، لان ستيفن كان له مكانة مرموقة وكبيرة في الكنيسة، ولو طلق إيمي كان هيخسر المكانة دي. المحققين كمان عرفوا يحطوا ايديهم على دليل مادي قوي. طيب انا مش هدخل في التفاصيل الالكترونية عشان شوية صعبة، بس باختصار يعني ان هم لقوا 34 كود لعملة البيتكوين موجود على الكمبيوتر الشخصي بتاع ستيفن، وكانت متطابقة تماما مع الرقم الكودي لعملة البيتكوين اللي اتدفعت لبيزا مافيا عن طريق المستخدم اللي اسمه دوج داي، وده بيثبت ان ستيفن هو نفسه دوج داي، الشخص اللي كان بيحاول يأجر قاتل محترف من الويب المظلم علشان يخلص من إيمي. وكمان عرفوا يثبتوا ان الرسائل اللي كانت بتتبعت بالبريد الالكتروني كانت من الكمبيوتر الشخصي بتاع ستيفن. واتضح كمان ان دوج داي اللي هو ستيفن كان بيبحث اونلاين عن عقار معين، لو حد اخده بكميات كبيرة بيسبب هلوسة وبيبقى مرتبك، وموجود بكثرة في كولومبيا، والطب الشرعي اكتشف كمية كبيرة جدا جدا من العقار ده في جسم إيمي. فالمحققين بيقولوا ان واضح ان ستيفن حط العقار ده في الاكل بتاع الغدا لإيمي في اليوم اللي اتقتلت فيه، وده يفسر ليه هي كانت تعبانة جدا جدا اليوم ده. واغلب الظن ان ستيفن كان عنده امل ان العقار ده يخلص عليها وتتسمم، بس لما فكرة السم منجحتش ستيفن ضرب عليها الرصاص وظبط مسرح الجريمة علشان يبان كأنها ضربت الرصاص على نفسها. والمحزن كمان ان هو خلى ابنهم هو اللي يكتشف جثة إيمي، ودي طبعا كانت حركة في منتهى البشاعة ان هو يخلي ولد صغير يشوف حاجة زي كده. بعد شهرين من الجريمة اتقبض على ستيفن أولواين وتوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمحاكمة ابتدت في يناير 2017. وطبعا المحامي بتاع ستيفن كان بيحاول ان هو يطلعه بريء ويقوله ان هو مفيش حاجة تثبت ان ستيفن هو اللي كان قاعد على الكمبيوتر وهو اللي كان بيعمل الحاجات دي، لكن هيئة المحلفين كانوا مقتنعين ان هو مذنب واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي المحكمة ستيفن ألقى خطاب مؤثر جدا، قال فيه ان هو مش المسؤول عن اللي حصل لإيمي، وان القاتل حر طليق
وإنه هيجيب الكتاب المقدس معاه في السجن ويواصل في نشر العظة للناس. طبعا كمية المكر في التخطيط لتنفيذ الجريمة دي كان مش طبيعي، وستيفن كان معتقد ان هو ذكي وان هو مش هيتكشف، وطبعا هو عمل كل ده علشان ما يخسرش مكانته في الكنيسة، وعايش ايمي في رعب وخوف لمدة 6 شهور قبل ما يقتلها. ايمي للأسف ما كانتش مدركة ان التهديدات دي جاية من اقرب حد ليها، حاجة تخوف بصراحة. قولولي انتوا ايه رأيكم في القضية، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامة.